جاء في الحديث أن الرجل إذا توضأ في بيته يوم السبت وخرج وصلى في مسجد قباء كأنما أتى بعمرة، ما صحة هذا الحديث؟ حديث صحيح، الحديث صحيح. ولما أنزل الله قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، كان صلى الله عليه وسلم يخرج كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي في مسجد قباء.